الشارع، والراجل عندي اكثر من 70 سنة، وانا عامله عمليه المراره فات مبني مفتوحه. حرام. بالك قد ايه امي قاعده في الشقه دي؟ من 2009 يا ابني، من 2009 ومعايا وصلت الميه وصلت النور وحتى كل حاجه. يرمى حاجتي في الشارع ليه؟ حرام. اللي بيعملوا في المسلمين في بعضهم ليه كده؟ حرام حرام اللي بيعملوه. من 2009 جالنا مهندس من الجهاز اسمه جمال عثمان محمد عبد رب. يا جماعه انا عندنا شقق، طبعا في الاول كان اللي يجي يقول لك اديني 10000 جنيه واجيب لك شقه، ما كانش فيه خلفيه وما كانش حد بيرفض. في شقق تخصيص وزير نازله، بس الجهاز هتدونا مقدم من تحت الترابيزه 5000 جنيه وانا هسلم لكم الشقه، وتيجي تدفعوا كل القسط، انا مشيها لكم قسط في البنك كل شهر 1000 جنيه. انتوا خدتوا الشقه دي ازاي؟ هو اللي كان جالنا ادينا له، اللي معاه 15 اداه له، اللي معاه 20 اداه له كمقدم حجز. انت كنتوا مقدمين في الجهاز ولا كنتوا مقدمين؟ لا يا بيه، احنا كنا مقدمين في الجهاز، وجالنا في شقق نازله تخصيص، بس نازله من تحت الترابيزه تخصيص وزير، المهندسين هم اللي بيخلصوها. اللي هي بتاعت مجلس الشعب. المهندسين هم اللي بيخلصوها. قلنا له امين. طب ايه المطلوب مننا؟ قال لك اللي يقدر، المطلوب منه اللي يدفع يقدر يدفع 15 يدفع، اللي يقدر يدفع 20 يدفع، اللي معاه 15 ادهم له ودفعناهم له في الجهاز. ادانا محاضره تسليم للشقه وسلمها لنا وفتحها لنا بعربيات الجهاز من مهندسين من الجهاز. قعدنا في الشقه ساعتك ووضبناها شهر اتنين، استنيناه ثلاثه ما جاش. رحنا سالنا عليه في الجهاز، قال لك ده قدم استقالته ومشي. طب يا جدعان احنا واخدين بقى شقق، والراجل ده واخد مننا مقدمات على اساس ندفع بقيتها، وعايزين ندخل عداد وميه وكهرباء عشان نعرف نعيش احنا وعيالنا. قال لك لا، الشقق دي احنا ما نعرفش عنها حاجه، انتوا الشقق دي موجوده؟ قلنا لهم موجوده. قالوا لنا خلاص اطلعوا على المحافظ حلوان. خدنا بعدين وطلعنا على محافظ حلوان، ادرى ابو حسين كان ساعتها، ودي صوره منه خاطب الجهاز، وخاطب الجهاز بارقام الوحدات بتاعتنا. رد عليه رئيس الجهاز قال له لا توجد هذه الوحدات عندي على جهاز الكمبيوتر، على الحاسب الالي، على الحاسب الالي عنده. الشقه دي اصلا شقه ملك الجهاز، ودي كانت مسحوبات من ناس قبل كده ما سددوش، والجهاز خد الاجراءات القانونيه وسحب الوحدات لسبيله ان هو يجمعها ويعمل قرع ويبيعها للناس اللي هم محتاجين الشقه اللي بتطبق عليهم الشروط. الناس دي جت واحتلت هذه الوحدات بدون ورق وبدون مستندات وبدون تخصيص وبدون اي حاجه خالص، وفي نفس الوقت هم بيقولوا ان احنا معانا ورق ومعانا مستندات، وطبعا الورق المستندات اللي معاهم لما جت لنا كلها مزوره وملهاش اي اساس من الصحه، لان المفروض بيبقى فيه اختيار تخصيص وفي محضر استلام، الكلام ده كله مش موجود. وقلنا لهم جبناهم بالراحه، يا جماعه سيبوا الشقق دي، الشقق ملك الدوله وده مال عام ولازم نحافظ عليه كلنا. للاسف محدش التزم، اضطرينا نعمل قرارات ازاله. قرار الازاله طلع من السلطه المختصه، راح للامن، الامن عمل دراسات امنيه ومحدد ميعاد للتنفيذ ونفذنا. تم انذارهم اكثر من مره، والقرار ده برغم ان القرار ده طالع بتاريخ 7/5/2012، بينهم بقالنا سنه، وتم انذارهم مرتين وثلاثه وعلى انهم يتخذوا الاجراءات القانونيه، لكن احنا طبعا ده حق الدوله واحنا بننفذ القانون وبنامن تنفيذ القانون بس فقط لا غير يعني، لكن في الاخر هم مصريين ونتمنى ان ربنا يوفقهم وياخدوا الطرق القانونيه اللي هي بتحقق لهم الهدف بتاعهم يعني. حرام ده، ولا عيال ده؟ اطفال دي اطفال والله. في الشارع هم دول اطفال الشوارع اللي بيعملوا مرسي معانا. قولي لي يا حاجه، هم عملوا معاكي ايه اول ما جم؟ لا بهدلونا، قعدوا كسروا الباب، فتحت لهم دخلوا بقى كلهم. كسروا الباب ولا كانوا بيخبطوا عادي؟ كان بيخبطوا، قال لي افتح لي، اما كسر الباب. رحت انا فتح لهم عادي، دخلوا بقى بهدلوا الدنيا، والعيال قعدت تعيط، وفي واحد بيتحامي يقول لهم مش هينزلوا، راح مسكنه راح ضاربينه وخدوه مشوا. يبقى ده مسلم ولا مسيحي؟ ده المسيحي ما يعملش كده، ولا اليهود تعمل في بعضها كده. والعزله هو ليه كده؟ حتى اللي اتضرب جار يعني ليه؟ يعني ما جوش يكلموا معاكي وقال لك ان الشقه ديت من حق الجهاز؟ لا لا لا، ما بيقولوش ما بيقولوش. حضرتك حاجتك بهدوء. لا، اللي مش لا لا لا، اللي مش هيطلع هنطلع ميتين امه. بيقولوا كده، اللي مش هيطلع هنطلع ميتين امه. ما جوش وقالوا لك مثلا طب طلعي عفشك بالراحه، او لا 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 لا، قالوا لك مثلا زوجك فين مثلا مش موجود، طب الشقه دي من حق الجهاز فاحنا عايزين نستلمها. ما قالوش حاجه من دي خالص، خلاص ما قالوش. بهدلوا العيال وبهدلونا، ما قالوش حاجه من دي خالص.